بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد، ونحاول أن نجاوب به على سؤال جديد من ضمن أسئلتكم الكثيرة التي وردتني عبر القناة. مرضى الكبد يعني يعانوا ما يعانون، مشاكل الكبد كثيرة، منها ما هو التهاب في الدرجات الأولى، وقد ينتج عنه يعني خلل في الإنزيمات الألينين ترانسفيريز الـ ALT والأسبارتيت ترانسفيريز الـ AST، وهذول الإنزيمين ممكن أنا أتفحصهم من خلال التحاليل الطبية، ولازم يكونوا يعني أقل من 40، ولكن إذا كانوا في الثلاثينات فهذا مؤشر أنك أنت ماشي نحو الالتهاب، وإذا كانوا في العشرينات 19-18 فهذا معناه أنك أنت إنزيماتك شغالة تمام، والعكس صحيح كمان، لو كانوا متدنيين جدا يعني 7-8 برضو هناك خلل، دير بالك من هذا الموضوع. كذلك في موضوع الكبد أيضا لدينا مشكلتين مهمين جدا، الكبد الدهني وتشمع الكبد، ويعني قد تكون الإنزيمات 100% ولكن يتفاجأ المريض في لحظة، طبعا هو يتفاجأ لأنه ما انتبهش لأمور حنوضحها الآن، يقول له الطبيب أو بعد فحص الألتراساوند على الكبد يقول له لديك تشمع في الكبد، مرة واحدة تشمع، يعني هو عد الالتهاب وعد الكبد الدهني ووصل لمين؟ للمراحل الأخيرة في التشمع، بالإضافة لما يعرف بفيروسات الكبد مثل البي والسي، ويعني سنخصص إن شاء الله لهم حلقة خاصة في يعني نهتم في قصة البي والسي وإيش حكايتهم. اليوم بدنا نشوف، وهم كثر للأسف، زي ما حكيت بروح بيعمل صورة بيجي بقول له عندك كبد إيش متشمع، عندك تشمع كبد، يا ترى كيف وصل لهذه الدرجة وعلى إيش بيأثر وإيش هي العلامات اللي ممكن تكون ومؤشرات لهذا الموضوع قبل أن يصل إلى تشمع الكبد، وهي مرحلة يعني ليست بالسهلة، وإن شاء الله سنقدم في نهاية الفيديو أحد مسارات عديدة صراحة في علاج هذا الموضوع، وإن شاء الله تكون طيبة وسهلة وفي متناول الجميع. تشمع الكبد لا يأتي فجأة، هو سبق أن كان عندي ممكن تليف، وممكن كان عندي قبله أيضا الكبد الدهني. طب ليش صار عندي كبد دهني؟ لأنه كان عندي مقاومة إنسولين. طب ليش صار عندي مقاومة إنسولين؟ لأنه أنا وجباتي متكررة، وجباتي مليئة بالكربوهيدرات، مليئة بالسكريات، نسبة السكر الأبيض والطحين الأبيض والزيوت المهدرجة ما تسألوش عالية جدا، نسبة تناولي للشيبسيات والمشروبات الغازية والأندومي هي الطبق الرئيسي. نتائج هذا الكلام هو كبد دهني. زمان في السبعينات والثمانينات كان موضوع حتى الكبد الدهني وتشمع الكبد يعني ما نسمع عنهم كثير إلا نادرا، يعني قد نسمع عن كبد دهني ولكن قليل جدا 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 نسمع على إيش؟
تشمع كبد. اليوم يعني على قدم وساق بتنافسوا مين أكثر، وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على سوء التغذية الشديد جدا اللي إحنا إيش بنمارسه، انتشار الواسع جدا للأطعمة الجاهزة لعب دور في هذا المرض، لعب دور في انتشاره السريع. عدم أخذنا وعدم تناولنا لأبسط القواعد التغذوية أو أبسط أنواع الشاي، يعني لو دخلنا شوية شاي بابونج على شوية شاي أخضر على شوية مورينجا على شوية أي شيء، يعني يمكن تصلح لها شوية أغلاط من هاللي بنعملهم. لكن تكون الوجبات كلها سيئة ومجات القهوة والنسكافيه مليئة تحديدا النسكافيه مليئة بالسكر ومليئة بالحليب الذي لا يعرف أصله ماذا، طب كيف يعني؟ فهذه النتائج حتكون للأسف كلها تصب في الكبد. ولذلك حتى نخرج من هذا المأزق، القصة ليست وصفة، القصة في اتباع عادات جديدة، نمط حياة جديد، ومن ثم الوصفة. لا يجوز أن أضل على عاداتي السابقة وأقول اديني وصفة يا دكتور، كثر هي التعليقات يقول لك أنا أعاني من كذا اديني وصفة. طب ما بيصير، أنا حتى لو اديتك أحسن وصفة مش حتستفيد، وهذا سبب عدم استفادتك في العديد من الوصفات التي تناولتها. ليش؟ لأنه الأساس باطل، ما بني على باطل فهو باطل. إذن القاعدة الأولى حتى نخرج من مأزق الكبد الدهني وتشمع الكبد ومشاكل الكبد والتهابات الكبد، أولا أن نجعل الكربوهيدرات والسكريات هي الحد الأدنى في تناولنا. حد الأدنى ما معنى؟ من 5-10%، يكون مقتصر يعني على خبز الصاج وليس الخبز العادي، يكون شعير قمح مش أبيض، تمام؟ بعض الأشياء البسيطة التي تدخل في عالم الكربوهيدرات. أما نقول مثلا أريد ألياف الفاكهة مثلا تدخل في عالم الكربوهيدرات بدي إياها، ومريض الكبد تحديدا يعني بدي إياه يركز على التفاح على وجه التحديد، تمام؟ ومرة أعطينا وصفة مغلي التفاح أكيد فاكرينها، فبدي إياكم ما تنسوهاش. إذن هذه هي مجموعة الكربوهيدرات اللي بدي إياها. الألياف ما بدي أخذها من الكربوهيدرات، بدي أخذها من الأوراق الخضراء، ففي عندي مجال أخذها من خارج الكربوهيدرات، فبكسب إيش؟ بكسبها وبكسب مصدر آخر، عنصر آخر موجود في الأوراق الخضراء وهو البوتاسيوم، فبعزز البوتاسيوم في الجسم. وصفتنا لهاي اليوم وصفة مش غريبة، ويمكن بعضكم يستخدمها لكن يستخدمها لأسلوب آخر أو لهدف آخر، لكن اليوم فرصة أنه نصلح استخدامنا من ناحية ونستخدمها في هذا الاتجاه إن شاء الله، وهو خل التفاح. التفاح بحد ذاته هو يمكن من أكثر الأنواع الفاكهة الصديقة للكبد، وبالتالي خل التفاح هنا أفضله عن خل العنب على سبيل المثال، تمام؟ خل التفاح الطبيعي بدي أخذه بعد الوجبة الغذائية، بعد كل وجبة الإفطار بأخذ يعني قدر ملعقة صغيرة في كوب ماء وخلصنا، أو بضيف هذه الملعقة الصغيرة على طبق السلطة، بضيفها وأنا بتبل اللحمة، بضيف حتى بغسل الفاكهة، وهذه معلومة جيدة،
اني اغسل الفاكهة والخضروات وكل شيء بالخل. واحنا اليوم بنعيش زمن كورونا فلازم نكون ايش يعني ننظف كل شيء وتنظيف جيد. فاحلى تنظيف للفاكهة والخضروات هو تنظيف الخل. وبالمناسبة هذه معلومة عارفين من صاحبها؟ هذه صاحبها ابن سينا. شوفوا من متى؟ زمان. فأنا استفدت، نظفت واخدت شيء معقم، وبعدين ايش تناولت النصف ملعقة او ملعقة صغيرة مع كوب ماء بعد الغداء. فهذا بيؤدي لايش؟ لتنظيف الكبد من الدهون الموجودة عليه، من التشمع الموجود عليه. طبعا بأكد مرة ثانية وثالثة وعاشرة ان هذه الوصفة مشترطة او مشروطة بايش؟ بنظام غذائي صحيح، تباعد بين الوجبات، تباعد بين الوجبات، الابتعاد عن السكريات وهكذا. إذا ضمننا هاي المجموعة كويس، ضبطنا النظام، ضبطنا الوصفة، ضبطنا كل شيء، غسلنا كل شيء بهذا الخل، بعد شهر روح أعمل كمان صورة ألتراساوند شوف الفرق، كمان شهر أعمل كمان صورة، والشهر الثالث أعمل كمان صورة، كأن شيئا لم يكن. ثلاث شهور تتخلص من مشكلة قد تودي بحياتك لا سمح الله. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.